موقف من تحالف دعم الشرعية، هو اسمه تحالف دعم الشرعية بالتأكيد، وكلمة دعم الشرعية طبعا بتعمل لهم حساسية شديدة جدا، وبالتالي هناك لم يكتفوا بالهجمة الشرسة الأمنية التي تمثلت في القتل والحرق والاعتقال، ولكن كان طبعا هناك زراع آخر هو الزراع الإعلامي، وهذه دائما صفة الحكومات والانقلابات الدكتاتورية، لابد أن يبحث له عن زراع إعلامي على من أجل أن يجمل وجهه القبيح ويجمل سياساته الدموية. وبالتالي للأسف الشديد هناك ناس إعلاميين وينتمون للمهنة الشريفة التي المفترض لها قوانين حاكمة ولها ميثاق شرف، باعوا نفسهم لهذا الانقلاب ودكتاتوريته ودمويته. وهل للأسف الشديد هذا تمثل في الإعلام الخاص والإعلام الحكومي، وقد يعني نلتمس بعض العذر للإعلام الحكومي باعتباره أنه تحت سيطرة وتحت هيمنة، ولكن ما هو عذر الإعلام الخاص؟ الإعلام الخاص المفروض أنه يبحث عن مشاهد ويبحث عن إعلانات ويبحث عن الرأي والرأي الآخر، لكن للأسف الشديد في سابقة ربما لم تحدث يمكن في حدود علمي في أي دولة أن الإعلام الخاص بالكامل يكون مع الإعلام الرسمي ومع النظام الحاكم. هذا خطر شديد على أولا على فكرة التناول الإعلامي والتناول الصحفي، طبعا هناك برضو صحفيون فعلوا نفس الفعلة، وبالتالي طبعا احنا كصحفيون ضد الانقلاب نشجب هذا وندينه ونطالب هؤلاء أن يحكموا ضمائرهم. هناك ما يسمى بميثاق الشرف الإعلامي، هناك ما يسمى بميثاق الشرف الصحفي، وهناك حق المشاهد وحق القارئ. حق القارئ ليس فقط أنه يراك على الشاشة وتطلع له برنامج مسليا، حق القارئ وحق المشاهد أن يرى الرأي والرأي الآخر. والإعلام في الدول المتقدمة قبل أن يحسب أي حزبة يحسب حساب المشاهد، لأن هذا هو حقه. هذا المشاهد سوف يتفلت من هؤلاء الناس تدريجيا، وهذا ما بدأ يحدث بالفعل، لأنه يرى يقف في بلكونته ويرى مسيرة ضخمة بالألاف، ثم يدخل إلى قناة أحد قنواتهم سي بي سي أو دريم أو أيهم ويرى أنه لا يوجد سوى العشرات. فمن يصدق؟ يصدق عينه التي رأت في الشارع أن هناك الألاف، أم يصدق هذا الكذب الذي يحاول أن يأخذ جزء أو أطراف المسيرة حتى يقول ما يريد أن يردده الإنقلاب؟ هذه خطيئة كبرى، وأدعو زملائي الإعلاميين والصحفيين وكل من يشارك في هذا العمل أن يعيد حساباته وأن يعود إلى ضميره المهني والصحفي، لأنه سوف يحاسب في يوم ما على هذا الفعل. هناك صحفيون وإعلاميون لقوا مسرحهم في الأحداث الأخيرة، وهناك آخرين اعتقلوا. ما موقفكم أنتم كحركة الصحفيين ضد الإنقلاب من هذه الأفعال، وما الخطوات التي سوف تتخذونها من أجله؟ طبعا هذا عمل ندينه بشدة، لأن المفروض الزميل الصحفي والإعلامي له حق أن يؤدي عمله في أمان، ولابد أن يؤمن من جانب الجهات أمنية، ده الطبيعة أن تحميه. لكن الغريب في مصر أن هذه الجهات الأمنية التي تعتدي عليه. الأغرب كمان أن هناك صحفيين محسوبين على السلطة وفي صحف حكومية، وتقال زورا صحف قومية ولكنها صحف حكومية تابعة للإنقلاب، وتكتب وتمدح وتطرأ في الانقلاب ليل نهار، ومع ذلك تم استهداف هؤلاء الصحفيين، منهم الزميل أحمد عبد الجواد معنا عضو في حركة صحفيين ضد الانقلاب، هو صحفي في جريدة الأخبار، تم استهدافه في يوم الأربعاء قدامي يوم فض رابعة. أيضا الزميل تامر في جريدة الأهرام بمكتب الأهرام في البحيرة تم استهدافه، هو صحفي في جريدة الأهرام التي تنشر كل خطط وكل رؤى النظام الانقلابي. الزميل حامد البربري في صحيفة الجمهورية عندما أراد أن يظهر الحقيقة ويقول الحق تم تلفيق له قضية حيازة سلاح. وبالتالي طبعا هنا لا نستغرب أن يأتي بقى استهداف الصحفيين المعارضين أو الرافضين للانقلاب في سلسلة اعتداءات واعتقالات. هذا نظام غاشم وباطش وغبي، هذه السياسات تعبر عن غباء سياسي، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقمع الجميع حتى من معك. من قال هذا؟ ده هذا يؤكد على أنه هذا الانقلاب يدار بعقلية عسكرية أمنية، ليس هناك بعد سياسي، ليس هناك بعد إعلامي، كل هو بطش كل من يراه في طريقه. وبالتالي هذا سوف يفشل هذا المخطط. الشيء الآخر أن الرجل الصحفي الذي امتشق قلمي أو الرجل الإعلامي الذي أمسك بكاميراته أو أراد يظهر في شاشته هو يعرف ماذا يريد أن يفعل، وبالتالي هو مستعد أن يقدم حياته ثمنا لرأيه، لأنه يعرف الحقيقة ويعرف طعمها، وبالتالي سوف يدافع عنها مهما كلفه من ذلك. الشق الآخر، إحنا دورنا في الحركة الحقيقة طبعا إحنا يعني تواصلنا مع أسر الشهداء من الزملاء الصحفيين، وأتوا إلى نقابة الصحفيين وعقدنا معهم مؤتمر، قمنا بتنظيم عدد من الموقفات الاحتجاجية، قمنا ذهبنا إلى المشرحة واستخرجنا تصريحات لجثث الزملاء وذهبنا بهم إلى مدافنهم في بلادهم. الزملاء المعتقلين استضفنا برضو أهليهم في النقابة
النقابة، ونتواصل الآن مع مجلس النقابة، نتواصل مع محامي الزملاء المعتقلين في محاولة منهم الزميل إبراهيم الضراو وغيرهم، هذا ما أذكره، هذا الاسم الذي أذكره الآن، لكن طبعا في أسماء أخرى زي زميل في زملاء عبد الله الشامي في الجزيرة وغيرهم في شبكة رصد، عندكم في عدد من الزملاء استشهدوا وقتلوا، كل هؤلاء صحفيين يؤدون المهنة بشرف ويقاتلون من أجلها، هؤلاء أقل القليل أن نقف إلى جوارهم ونبحث عن حقوقهم، وهذا ما قطعناه على أنفسنا، وسوف نكمل هذا المشوار من أجل استرداد حقوق هؤلاء الزملاء، لأننا لا ندافع عن حقوقهم فقط، ولكن ندافع عن حقوق الكيان الصحفي بالكامل.